من قض واحد وفي ساعة واحدة شهدت محكمة جنايات المنصورة أحكاما ب1300 عام على 150 متهما بينهم 50 حكما بالمؤبد. معظم المتهمين طلاب بالجامعة، من بينهم فتيات المنصورة الثلاث من البليه وأبرار العناني ويسرى الخطيب. ومعاقبة من الله مصطفى البليه وإبراء علياء أشرف السعيد العناني. أحكام اليوم صدرت في 13 قضية تراوحت من سنتين وحتى المؤبد، ولم تستم الفتيات من تلك الأحكام، فقد أدلى القاضي بدلوه تجاههن أيضا، وحكم على يسرى الخطيب بالسجن لست سنوات وأبرار ومنه بالسجن لسنتين، ولم ينظر في مناشدات منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي طالبت بالإفراج عنهن بعد اعتقال دام نحو 6 أشهر في أعقاب اقتحام قوات الأمن جامعة المنصورة. ووجه للمعتقلات لائحة اتهامات طويلة شملت الانتماء لجماعة إرهابية والتظاهر بدون ترخيص والاعتداء على قوات الأمن والمنشآت العامة. منصور صقر رئيس محكمة جنايات المنصورة والذي أصدر وحده كل هذه الأحكام كان رحيما وحكم بالبراءة لعدد من كبار الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، مما أعاد للأذهان سيناريو القاضي سعيد صبري المعروف بقاضي الإعدامات في المنيا، والذي حكم أيضا بالبراءة لقتلة المتظاهرين والإعدام للمئات من مناهض الانقلاب. البراءة للقاتل والإعدام أو المؤبد للطلاب، معادلة العدالة الجديدة في الصعيد أو الدلتا وبدون أي اختلاف في مفرداتها. الأحكام واحدة وإن اختلفت الأماكن.